لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلب ضرر. رسول الله، كأنك تنظر إليه وتراه. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، إفاضته صلى الله عليه وسلم بالبركات والخيرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فياضا بالخيرات والبركات والأسرار والأنوار. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ضم ابن عباس ودعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد نال ابن عباس بهذه الضمة والدعوة فهما عظيما في كتاب الله تعالى وتأويله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تبقي من الشوق مطويا.